الإفطار العلني في المغرب استفزاز مباشر للمسلمين وضرب في حرية الآخرين. وكيفاش زعما حنايا مع الناس اللي ما كيصوموش لان ما بغاوش يصوموا ولا ما كيامنوش شغلهم هذا اوكي حقهم كاين بلايص تقدر في تكليف فيهم حتى واحد ما يقول لك عليها شي حاجه كاين شي بلايص ناكلو فيهم بيان سور وكيفاش داك الفصل الفصل ديال القانون المهم كنعرف العديد من الناس مثلا كيمشيو للبلايص ديال الفاست فود اللي معروفين هما كيمشيو كيلقاوهم محلولين كياكلو ما كيسولوهم والو كيقضيو غرض ويخرجوا بحالهم وعايشين حياتهم زعما ملي كان بزاف ديال احنا عندنا بزاف ديال لي تيمونياج كاين بزاف الناس عندهم مشاكل وراه عارفونا نتبع شحال تشدو ديال الناس هذا رمضان الاخر لا المهم رمضان اللي قبل واللي قبله دونك اللي قبل منه